طيب نروح مع حضراتكم لمنتخب مصر للماوتاي، واللي قدر انه يحصد 7 ميداليات في بطولة العالم واللي اقيمت في كوالالمبور، وقدم المنتخب المصري اداء مشرف رغم ان دي المرة الاولى اللي بيشارك فيها رسميا في بطولة العالم للبراعم والناشئين والشباب. احنا دلوقتي معانا على التليفون محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي. خلينا نعرف من حضرتك الاول ايه هي اللعبه دي؟ انا اعتقد انها حاجه لعبه متعلقه بالدفاع عن النفس، وايه فرقها عن الالعاب الاخرى للدفاع عن النفس؟ الو، صباح الخير، حضرتك طبعا مو سمعنا؟ اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك ومبروك طبعا للميداليات. الله يبارك في حضرتك، الله يبارك في حضرتك، سعداء بوجودنا معاكم النهارده على القناه الاولى. احنا صباح الخير متشرفين يا مصر. بوجود حضرتك، وكنا عايزين نعرف الناس اكتر عن اللعبة وفرقها عن الالعاب الاخرى للدفاع عن النفس، وبنبارك لك طبعا للتفوق العالمي. الله يبارك في حضراتكم. هي رياضة المواي تاي رياضة من الرياضات النزالية الجميلة، اصلها رياضة تايلاندية تمارس على حلبة ملاكمة، تمارس فيها تقنيات اللكم باليد واللكم بالكوع والركل بالساق والركل بالركبة. يلتزم اللاعب بكامل ادوات السلامه للحفاظ على سلامه اللاعبين، وهي اول اهتمامات الاتحاد الدولي هو سلامه اللاعبين وادوات السلامه اللازمه لذلك. ومن خلال 3 جولات بيمارسها اللاعب مع الخصم بيقدر يحسب نتائج الجوله، وبيحصل اللاعب في نهايه الجوله اللاعب الرابح على 10 نقاط واللاعب الخاسر على 9 نقاط، ويتم تقييمهم في اخر الـ3 جولات، وبيعلن صاحب المكسب من خلال البوينت اللي بيجمعه. ايوه، اذا كان لاعب ركن احمر او لاعب ركن ازرق. صحيح. طب انا شايف ان هي قريبه قوي من الكيك بوكسنج، ولا هل في فرق ما بينهم؟ لان هي ربما انتشرت طبعاً في عدد كبير. كلا الرياضتين يعني سواء الكيك بوكسنج او المواي تاي رياضات معترف بها من اللجنه الاولمبيه الدوليه، ولكل اتحاد منهم اتحاد دولي معترف به من اللجنه الاولمبيه الدوليه، وهي تختلف في قوانين التحكيم بتاعتها وتختلف في طريقه اللعب عن بعض. طيب عايزين نعرف من حضرتك استاذ محمد ازاي بتروجوا للعبه، لانه اللعبه مش منتشره بشكل كبير، علشان يكون عندنا تيم من الناشئين والبراعم يقدروا انهم يحققوا هذه الميداليات عالميا. عايز اعرف من حضرتك اعمار المشاركين، ازاي بتوصلوا لهم، ازاي بتحضروهم، ولو احنا بنتكلم تحديدا عن المشاركه في هذه البطوله. والله كنت حابب انوه برضو لحاجه، ان الاتحاد المصري للمواي تاي اتحاد حديث العهد مشهر بقرار وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بقرار رقم 159 لسنه 2020. اتحاد لسه حديث العهد. يعني احنا بنتكلم في تقريبا 2 سنين، لكن اول ما دخلنا بطوله عالميه احرزنا 7 ميداليات ما شاء الله. الحمد لله. هو كمان كان متواكب مع فتره الكورونا، فاحنا ما اشتغلناش غير السنه اللي فاتت، والسنه دي الحمد لله قدرنا نوصل باولادنا وبناتنا. يمكن منتخب الكبار قدر انه يحصد شهر 5 اللي فات قدر يحصد 6 ميداليات متنوعه في بطوله العالم، وكانت اول مشاركه دوليه برضه للاتحاد. ويتليهم الفرحة الثانية أبنائنا وبناتنا الصغار السن البراعم والناشئين والشباب قدروا يحصدوا 7 ميداليات بواقع 8 لاعبين كنا مشاركين بيهم في بطولة. طيب معلش يا أستاذ محمد، بما إنه الاتحاد لسه حضرتك كنت بتقول إنه من 2020، اللعيبة اللي أخدتوهم علشان يشاركوا كانوا بيلعبوا إيه قبل كده؟ يعني إزاي كانوا مؤهلين؟ كانوا في لعيبة فيهم معظمهم كان بيلعب فيتنس، اللي كان بيلعب لياقة بدنية، اللي كان لكن مش منتقى من خلال بطولة الجمهورية تم انتقاءه. وتم من خلال تدريب مع مدربين المنتخب وإعداد قوي تم انتقاء اللاعبين، والحمد لله قدروا اللاعبين إن هم يشرفوا مصر ويتوعش في النشيد الوطني المصري على أعلى المنصات العالمية وتتويج أبطالنا. دي حاجة عظيمة جدا. ما بين يعني يمكن عندنا الجدير بالذكر اللاعبين تغلبوا على أقوى دول في العالم زي روسيا وكازاخستان وتايلاند في بطوله العالم، رغم انه ممكن يكون تاريخ مشاركاتهم اكبر، الخبره كانت صغيره، بس الحمد لله يعني احنا بنقول دايما مصر ولاده، ودايما مصر ابطال المصريين بيقدروا يثبتوا نفسهم في جميع الرياضات العالميه. طيب استاذ محمد، كنت عايز اسال حضرتك امتى الطفل يقدر يلتحق بهذه الرياضه؟
المدربين بيقدروا يلتحقوا ينتقوا الاولاد الصغار السن من اول 4 سنين بيبتدي ان هم يشتغلوا معاهم على رياضه المواي تاي. ورياضه المواي تاي مش متعلقه بسن يعني. عظيم، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي.